تلعب الكرة بقوس داخل المنطقة. تعود من جديد المحاولة، ضغط مستمر، إمكانية الاختراق، الهجوم متواصل، كرة عرضية، جول 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 جول. وأخيرا فاولو جيريرو يسجل لمنتخب البيرو. فاولو جيريرو يسجل لمنتخب البلانك الرخا بالراس على مارتين. الحارس لويس ميشيل يقول لا، لكن هذه المرة كرة داخل المنطقة، المدافعة شوفوا كرة كيف سددها لاعب المنتخب البيروفي، سددها جيفارا وباولو جيريرو. سنتابع الكرة من زاوية أخرى، إن كان باولو في التسلل أم لا. علي عادة من جديد، وأخيرا وأخيرا المنتخب البيرو يسجل، وأخيرا منتخب البيرو يتمكن من الوصول ومن تحقيق مبتغاه في هذا اللقاء، والهدف هو خوسيه باولو جيريرو.